خالد اشوفك، تعال خالد. انا فيصل حقك علي، انا اسف. يا مرحبا، هلا خالد. يا مرحبا، اعطونا مقطع. الحمد لله ذكروني. السلام عليكم، مساك الله بالخير يا خالد، ومسي على المتابعين والمتسابقين بالخير، والله يوفقكم ان شاء الله. مساكم الله بالخير جميعا، الله يطول عمرك ابو محمد يوفقك وابيض وجهك ان شاء الله، شد حيلك ونخو. ما شاء الله تبارك الرحمن. تعليقك. طبعا الاول هذا عبد الله ولد عمي، والثاني طارق ولد عمي، افخر فيهم واتشرف فيهم، والله يعطيهم العافيه. ومشتاق لهم ان شاء الله. عسى الله يحفظكم يا رب، الله يفرج همكم. ايش تقول لهم؟ اقول لهم ان شاء الله ابشروا باللي يسركم ان شاء الله، انتم ومن يحب خالد ويتابع خالد. ما ارسلوا لخالد الا انهم يبغون يدعمونه عشان يقدم بالفترات القادمه، ايش توعدهم فيه؟ اوعدهم ان شاء الله بالشيء اللي يجملهم واللي يسعدهم واللي هم يبونه. عسى الله يقويك. عسى الله يقويك. لا انت عيني، الله يسعدك. من كان يأشر قبل شوي؟